معارك متواصلة ضد تنظيم القاعدة في أبين، حيث أكدت مصادر عسكرية قيام وحدات تدخل خاصة تابعة لقوات الحزام الأمني بخوض معارك مع تنظيم القاعدة في أبين للسيطرة على الأماكن التي يتمركز فيها التنظيم في مديرية المحفد. مئات الأطقم والمدرعات العسكرية بمشاركة طائرات التحالف العربي اقتحمت قرية الواد ومناطق أخرى في المحفد بهدف محاصرة أحد مواقع القاعدة. وقالت مصادر أمنية إن قوات الحزام الأمني حاصرت موقع حمارة في المحفد وحاصرت عناصر القاعدة فيه. استطعنا أن نقضي على أمير تنظيم القاعدة في مديرية المحفد، وهو المدعو أبو محسن صبرين، ولغي حذفه على يد أفراد تدخل سريع قوات الحزام الأمني. العملية العسكرية التي انطلقت لتامين مديرية المحفد وفق تصريحات أمنية انتهت بمقتل أمير التنظيم في المحفد القيادي أبو محسن باصبرين وعدد من عناصر القاعدة أثناء مداهمة موقع تمركزه. وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الحزام تمكنت من القبض على مسلحين من القاعدة بينهم القيادي صالح أحمد لكرع. بنظر القيادات الأمنية التابعة للحزام الأمني فإن الحملة العسكرية الموجهة ضد تنظيم القاعدة تشهد نجاحاً مستمراً وستستمر حتى إنهاء أوكار الإرهاب في أبين، لكن ناشطين يشككون في جدية الحملة العسكرية لارتباطها بدولة الإمارات التي تتهم من قبل جهات رسمية وشعبية باستثمار تواجد القاعدة في أبين لتوسيع نفوذها ودعم قوات تابعة لها على حساب الجيش الوطني التابع للشرعية.